كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. موضوع حلقة اليوم ترتبط ببرنامج لوحاتي اللي اعتمدته وزارة التعليم العالي، بحيث وعدت الطلبة الجامعيين بدي تابلت بأقل ثمن. قم معايا نسولوا الطلبة، واش هاد الوعود حقيقية؟ دابا في ماستر نورمالمون حنا ونيسونسي ناخذوا لي تابلت و بيان دي بيسي بورتابل افيك ان ابونمون ا مواتي بري، بواحد البيسي بورتابل ولا لابونمون بنص ثمن. مي جابوا لينا هذا، قالوا لينا اقل وحده فيهم 2500 درهم. نورمالمون الطالب ما يقدرش يخلص لكون كان عنده الفلوس كاع، ما يتسنى هاد من هاد الشيء ديال بيسيات. نورمالمون يقد يمشي يشري هو، يعني تكون كانت عنده 2500 درهم. شكون شتخوف سا زعما؟ ماشي معقول. نورمالمون شنو عرفت انها هي سي با، ماشي جوست طابليت، هي داك طابليت بيسي. نورمالمون سي شيغ تيدير ابوبخي 10000 درهم، 10000 درهم. ولكن بالنسبه للطالب علاش غيجيبوا ليه داك المعقد اصلا؟ يجيبوا عادي نورمال اللي حنا مولفين نخدموا به، واللي بغى السوفيستيكي ولو لوكس يمشي يقلب عليه الا عنده فلوس. باش ماشي قد البرنامج اللي كان قبل ديال الانجاز اللي كان قبل في الحواسيب. كاين انخفاض، ولكن انخفاض قليل، ماشي ما نظنش ان زعما حسب الجوده ديال الماتيريال، ما نظنش في المتناول ديال كاع الطلب. دونك الاثمنه جو بونس كو ما خياليه شويه بابور دوك الاهداف اللي كانوا باغيين من هاد البروغرام. دايرين دي بري اللي نورمالمون يمكن نشري ديك نفس الطابليت غنشريها من محل عادي، من داك المحل نيت مع دايرين كوبيراسيون. يعني ما كنشوفش بلي داروا شي تخفيض مهم، يعني واخا وعد قال لك يعني كاينين تخفيضات مهمه بزاف كما داروا في تركيا مثلا، حيت حاولوا ينقلوا نفس الفكره جات من تركيا. مي شفت بلي التخفيض ماشي شي تخفيض مهم، يعني يمكن نشري في اي محل بنفس الثمن. وسمعت واحد الدر، ولكن ما سمعتهاش عندنا حنا في لافاك، انا ما عندناش، ما سمعتهاش في لافاك ديال سميتها ديال سيونس، يعني ديال سمعتها في ليكونومي من موعدهم ماشي ثمن، وفي الاخر لقاو ان الاثمنه طالعه بعكس داك الشيء اللي قالوه. يمكن هما مزيان الا نقصوا لنا سميتو الاثمنه، ولكن الغالب انا بعض المرات كاع ما كتكون مفيده لكاع لي جون، كل واحد كتشوف كتسمع منها. لا هي جوده عاليه، من ناحيه جوده عاليه، ولكن من ناحيه الثمن غاليه شويه. بالنسبه للبنادم اللي كاينين كيقراو فقراء، كاين اللي ما عندوش يقدر يخلص ديك الوحاج، اما الناس الاغنياء راه يقدروا يشريوا واتب مليون جوج المليون ثلاثه، راه حاجه عاديه. ولكن الاثمنه باش اللي كانوا كيقولوا شحال هذه ماشي هما اللي جينا لقيناهم، يعني والاكثريه ديال الطلبه اللي هنايا ما عندهمش امكانيات باش ياخذوا هاد لي طابله. دخلنا الانترنت ولقينا بان هي اون لي بري ماشي هما هادوك، بحال دابا اللوحه دايره 2000 درهم، الوغ كو لي كاركتيرستيك ديالها يقدروا يكونوا قل، نقدروا ناخذوا لوحات بثمن قل من هذاك الثمن اللي عطاونه هومايا. دونك الا جينا نقولوا لوحات ما غاتفيدش الطلبه بمعنى الكلمه. بل هي بانه الا قالوا بانه راه اسعار منخفضه خاصها تكون كوميم 1000 درهم، هذه 1500 كتماشى على المطالب ديال الطلبه، فهمت؟ اما باش كتجي مثلا شي طالب وكدير ليه 3000 درهم راه ممكن يمشي يشريها من لي زوطخ. في بعض البرامج قالوا لنا بانه المينيموم زعما الادنى سعر هو 38000 ريال، يعني كاينين ديال 2000 درهم 3000 درهم، يعني جو بونس كو ما كاينش انخفاض في السعر. هذا الشيء اللي بان لي انايا. اولا سمعت باللي هناك بعض اللوحات الالكترونيه اللي ما عرفتش يمكن كيكتبوا عليهم شي اسماء ديال شي شركات معروفه وهما غير مغشوشين، هذا الشيء اللي عارفه. هذوك لي بخي جو بونس كو راه يعني غير خيالين عند الطلبه كيدويو عليهم، وجي جامي شفت شي زعما ان طالب عنده ان تابليت على يشكي يعني على داك البرنامج اللي يدويو عليه. داير بعدا سمعت بان ما قال لك كاين ثمن ناقص شويه، ولكن بس بصح ولا بالعاني ما عرفت، حيت باقي كاع ما شفت داك اللي دايرين الثمن ديالهم، واش بصح ولا بالعاني ما عرفت. بالنسبه للاماكن الاخرى فين كيتباعوا الثمن قل، ولكن ماشي قل حتى ديك الدرجه اللي باش يكون في المتناول ديال الطالب. هاد البرنامج ديال اللوحات اللي جات هنا في الطالب اصلا ما عندوش امكانيات باش ياخذ طابليت بهذاك المبلغ.
واش اكسنت كدير ب 34 راه ما يمكنش فوالا التم الجوده. سمعنا ما حنا مازال ما خدمناش بدوك لي طابليت كما يمكنش مثلا تانستالي فيهم كاع لي زابليكاسيون. كاينين لا بلوبار دي زابليكاسيون خصك تخلص تدفعي باش تخدمي بهم. موضوع حلقة اليوم كان على برنامج لوحة اللي اعتمدته وزارة التعليم العالي، وكيف ما كتشوفوا مشاهدينا جل الآراء الطلبة كانت كتفق على أن هذا لي طابليت مرتفع الأثمنة ديالو. شكرا على حرص المتابعة وإلى اللقاء.